10 مضمرين قطريين اختارتهم قناة الريان وأعطت لكل واحد منهم مبلغا من المال لشراء ما يحلو لهم من الهجن. رياضة تنافسية بالنسبة للرجال الذين جعلوا من الهجن حياتهم. وحان الوقت لنتعرف على هذه الحياة. لازم عندك خلفية وراثية أبا عن جد. اللي علينا سويناه وإن شاء الله. الله يبارك لنا ولكم. شفت أنت اللي يحبني؟ والوعد يا شباب يوم السباق إن شاء الله.